السلام عليكم انا زنوبيا من بغداد ارحب بكم قناتي زنوبيا تشانل وحبيت اليوم احكي عن تجربتي مع بوتوكس الدايسبورت تابعوا وياي الفيديو حتى تتعرفون عليه اليوم بنات راح احكي لكم عن تجربتي مع بوتوكس الدايسبورت انا نزلت سابقا فيديو عن البوتوكس راح اترك الفيديو بالاكارد او بصندوق الوصف حتى تشوفونه ادعوكم بالبدايه الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس وراح احكي سريعا حتى لا يكون الفيديو طويل راح اترك معلومات الاسعار ظاهره على الشاشه قدامكم انا سويت حقنة البوتوكس الدايسبورت حبيت اسوي لكم ريفيو عنه فحقنت البوتوكس في عياده شابنتر بيوتي معروف هذه العياده جدا معروفه في زيونه البوتوكس هذا مناسب جدا للناس اللي عندهم تجاعيد قويه واضحه بالوجه انا بالنسبه لي ما عندي تجاعيد قويه عندي خطوط بسيطه فلما حقنت البوتوكس البوتوكس هذا كان قوي علي سبب لي اثار جانبيه اولا صار عندي ازدواجيه بالنظر او ازدواجيه بالرؤيه يعني اذا اشوف مثلا قدامي نقطه تصير نقطتين يجي بس هذه الحاله ما استمرت فتره طويله يا اسبوع وراحت الشيء الثاني اللي صار عندي هو صار دروب بالحاجب الايسر هذا صار عندي بالبوتوكس الاول اول ما حقن صار عندي ورجعت الحاله همين تكررت عندي فاذا واجهتكم مثل هذه الحاله وصار عندكم هبوط بالحاجب ف الافضل انه بعد اربع ايام من استقرار البوتوكس او اول اسبوع تبدون تسوون تمارين للحاجب ترفعون الحاجب بايدكم بحيث انه الحاجب يرجع لوضعه الطبيعي وبهالحاله ما راح تعانون من هذه المشكله انا يعني سالت اطباء اختصاص ليش يصير هبوط بالحاجب من البوتوكس طبيب قال انه السبب هو انه البوتوكس اكسباير وطبيب قال انه السبب هو مكان الحقن مكان الحق مو صحيح فسبب هبوط بالحاجب بالنسبه للفرق بينه وبين البوتوكس الغازي الغازي مناسب جدا للناس اللي يشتغلون بالاعلام لانه هو يصير عنده حريه بالحركه بالوجه ما ياثر على تعابير الوجه اتمنى ان تكونوا استفادتوا واستمتعتوا بهذا الفيديو ادعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل الجرس تحياتي لكم وشكرا